كيف مع ياسر الشمراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج كيف. اليوم طبعا مستمعينا نبدأ مشوارنا بمسابقة فلاي أديل، بالإضافة إلى موضوعنا اللي احنا نتكلم عنه بشكل يومي. خليني اليوم عندي مجموعة من الأسئلة، بس قاعد اختار سؤال كذا يكون يعني مميز حتى يكون سهل شوية عشان تقدرون تحصلون على تذكرة طيران اليوم. طبعا خليني أتكلم اليوم مستمعينا عن هذه المسابقة، وإذا كان عندك سبب للسفر ممكن أنت تقول لنا سبب السفر، إذا كان مثلا ترفيه أو زيارة أو علاج أو تغيير جو أو أي شيء، وأيضا تجاوب على السؤال اللي موجود عندنا. وبعد ما تجاوب على السؤال تنتظر معنا لآخر الحلقة، وكل اللي جاوبوا صح إن شاء الله يعني راح يحصلون على تذكرة داخلية حسب الوجهة اللي هو يختارها. سؤالنا اليوم لطيران أديل، كم عدد الوجهات والوجهات اللي تروح لها طيران أديل داخل المملكة؟ 8 وجهات أو 9 وجهات أو 10 وجهات؟ هذا السؤال. بالإضافة إلى موضوعنا اليوم مستمعينا، إحنا اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، نتكلم عن شخصية. الشخصية هذه ممكن تكون بيننا، ممكن تكون واحد منا يعني يسوق سيارته الآن، أو ممكن يكون في مكتبه قاعد أو في البيت أو في أي مكان، أو ممكن تكونين أنتي. مش كل شيء حنقول أنت، ممكن تكونين أنتي، لأنه أنتم أيضا تلعبون هذا الدور، أو بعضكم يلعب هذا الدور بشكل كبير. اليوم مستمعينا موضوعنا يتعلق بالشخصية اللي خليني أقول لكم اللي تلعب دور الضحية. لا يوجد شيء أسوأ من التعامل مع شخصية تجيد لعب دور الضحية، ترمي فشلها على الغير، ويتصور أن هناك مؤامرة تحاك ضد هذا الشخص. هذه الشخصية موجودة، وأكيد البعض تعامل معها، موجودة بين الأزواج، في الأصدقاء، زملاء العمل. فكيف ممكن نتعامل مع شخصية دائما يلعب دور الضحية؟ هل سبق أن واجهت أشخاص يعتقدون أن ضحية، أنهم ضحية للظروف دائما وهم مظلومين، وكيف تعاملت معهم؟ أكيد أنك أنت مريت على هالموقف. إذا حاب شاركنا مستمعنا على 011-268-44-88، هذا هو رقم الاتصال لأي شخص يهتم، أي شخص يهتم أن يشاركنا. من جديد أصدقائي نرجع للتواصل معكم في موضوعنا اليوم اللي يتكلم عن كيف نتعامل مع شخصية تلعب دور الضحية دائما. ويسعدنا أيضا مشاركاتكم على تلفون البرنامج 011-268-4488. أذكر مرة ثانية بسؤال أديل، كم عدد الوجهات اللي طبعا تسافر لها فلاي أديل؟ احنا أعطينا خيارات 8-9-10 رحلات أو وجهات عفوا. ونبدأ باستقبال الاتصالات. معنا عبد الله. مساء الخير يا عبد الله. هلا حياك الله. يا هلا ومرحبا، كيف امورك؟ ان شاء الله طيب. نحمد الله ونشكره. حياك الله عبد الله. ابغى اسالك سؤال قبل لا نروح للأديل. تفضل يا غالي. تعرف هذه الشخصيه؟ لا والله لا. ما تعرف اللي يلعب دور الضحيه وانه دائما مظلوم وزي كذا؟ والله في اشخاص واجد يعني ممكن يمثل الشيء هذا، لكن عشان ما ندخل في النوايا يعني صعب تحكم على شخص. لا احنا ما بنطلع على الهواء نسبهم ولا نتكلم عنهم، احنا بنطلع نعالج القضيه يعني نشوف كيف يعني نتفادى الموضوع. فانت قول لي، واجهت هذه الشخصيه قبل؟ والله شوف، انا قد واجهت ناس يعني يمثل دور مسكين يعني خصوصا في العمل يعني، لكن الله يعلم من تحت الفحص. اي وش تسوي انت مع هذه الشخصيه؟ انا ابغى تعاملك انت معه، وش تسوي؟ والله يعني ما في اي تعامل محدد يعني. اوكي. اعطيه على جو بس. يعني تمشي الامور، ما تقول له يا اخي بلاش الاسلوب ذا، خلك كذا خلك كذا، يعني ما تتدخل انت.
والله شوف من الناحية هذه صعب أن أجي أتدخل أنا نفسيا عن نفسي. أنا أتكلم أشوف أشياء بس إني أتغاضى ما لي حق أن أتكلم فيها. تمام عليك عبد الله. من صوتك كذا واضح أنك تسافر كثير. والله شبه أسبوعي يعني. هي أنا أقول لك يبين في الصوت اللي يسافر كثير يبين صوته. الله يسعدك. طيب وين الوجهة اللي تبغى تروح لها عبد الله؟ والله نبغى نطلع لك الرياض إن شاء الله. للرياض. الله يحييك يا هلا ومرحبا. الرياض تنور والله يا عبد الله. طيب عدد وجهات طيران أديل 8 ولا 9 ولا 10؟ عدد وجهات أديل 8 وجهات إن شاء الله. 8 وجهات. على فكرة أنا كلمت عبد الله بس هذا الكلام للمستمعين. أنا كلمت عبد الله تحت الهواء وقلت له كم الإجابة؟ قال 8 رجال. أنا كل يوم أطير عليها. يعني أشكرك عبد الله على ما شاء الله عليك سرعة الإجابة ومعلوماتك العامة في الرحلات والطيران. فإن شاء الله تكون معنا رابح نهاية الحلقة بإذن الله. شكرا جزيلا. شكرا لك. فيما الله سلام. ألو سلام. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أستاذ ياسر. الله يحييك. كيف حالك يا باسل؟ إن شاء الله طيب. خير الله يعافيك. كيف أمورك؟ كله تمام. خير الله يطول بعمرك. باسل اللي يعني يلعب دور الضحية دائما. أنا مظلوم. أنا الناس كلها ضدي. هذا كيف ممكن تعمل معه؟ يعني عادي فاهم شيء طبيعي. ليش ضحكت؟ لأنه مو مهم عندي بصراحة. لأنه إيش؟ لأنه مو مهم عندي. ما أسمعك. أقول لأنه مو مهم عندي بصراحة يعني. مو مهم. إيه. طيب لو صار إنه مثلاً في محيط عملك ولا في العائلة ولا مع الأصدقاء واحد برضو بيصير مو مهم؟ راح يصير مو مهم. أتجاهل هذا الشيء. ها؟ أتجاهل هذا الشيء. تتجاهل هذا الشيء. عبد الله أنت تلعب دور ضحية؟ باسل. ها؟ لا ما قد ما أكيد. إيه أكيد. أو عفواً باسل أنا قاعد أقول عبد الله ليش؟ لأنه قاعد تضحك عبد الله ما أعطيت تعليق. قلت لي يكون أنت تلعب دور ضحية عبد باسل وأنا ما أدري. لا لا. متأكد يا باسل؟ إيه. والله ما أدري باسل لكن بالعكس أنا عارف والله بس قلت من باب أنه بشوف يعني كيف ردت فعلك. باسل طيران أديل عندهم 8 ولا 9 ولا 10 وجهات؟ أنا قايل لك 8. 8 وجهات. أحسنت والله يا باسل. طيب سؤال وين وجهتك اللي تبغى تروح لها؟ تركيا طبعا. لا لا داخل 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 المملكة. ها؟ جدة. من الرياض إلى جدة. أيوة. إن شاء الله يا رب إذا طلع اسمك نهاية الحلقة قول لديلة أبغى تذكرة من الرياض إلى جدة وتأخذها مجانا بإذن الله. الله يطول. شكرا جزيلا يا باسل يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لك. في أمان الله. مستمعين راح نتوقف لفاصل قصير وبعدها يعني إلى الآن ما في أحد قال لنا كيف يتعامل مع اللي يلعب دور الضحية بشكل جيد حتى نتعلم إحنا ونستفيد من الموضوع. فخلينا نتوقف لفاصل قصير ونرجع لكم فورا. كونوا معنا. حي الأصدقاء من جديد. يا هلا وسهلا فيكم ونرجع لاتصالاتكم ومشاركاتكم معنا في موضوعنا اليوم نتكلم فيه عن يعني كيف نتعامل مع من يلعب دور الضحية وبالإضافة أيضا لسؤال أديل أو طيران أديل اللي يتيح لك تذكرة مجانية يوميا. معنا على التليفون أخونا حمود. أبو فيصل مساء الخير. يا هلا مساء النور. حياك هلا والله أبو فيصل. كيف حالك؟ إن شاء الله طيب. الله يسلمك. والله بخير. الله يعافيك. كيف الصحة وكيفك مع الأجواء هذه الآن؟ والله الحمد لله الأمور طيبة وجو تحسن. أي الحمد لله. طيب أبو فيصل أبغى أسألك عن موضوعنا قبل ما نروح لطيران أديل. تقابل هذه الشخصية ولا ما تقابلها؟ الشخصية اللي يقول دائما أنا مظلوم. أي وأنا دور الضحية و... صحيح. والله نادرا يعني قليلة ما هي كثيرة. الدور اللي الواجب تجاهها تقديم النصح لها أن عليها الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، تقوية علاقته مع الله. ممكن يكون الشعور هذا بسبب نقص في علاقته مع دينه مع ربه، الصلاة، ذكر الله، تعلق بالله. أحسنت. يعني ثقة يعني تزيد شوية ثقة. نعم هو يزيد الثقة. هو صح. هو مجرد إحساس نفسي غير صحيح، شعور عنده داخلي ما هو واقعي ولا هو صحيح.
بس هو في حالة نفسية لأنه بعيد عن الله. لو جاك واحد يا أبو فيصل، لو جاك واحد وقال لك يا أخي أنت يا حمود يعني نيتك ما هي كويسة معي، وأنت سويت لي كذا وكذا وكذا وكذا، وكيف تتعامل معه؟ أقول له الله يعطيك على قد نيتك، والله يستر عليك، تفسرها زي ما تبغى يعني. جميل جميل جميل. طيب أبو فيصل، وين الوجهة إن شاء الله؟ والله من الرياض قصدك. طبعا هذه لهم رحلات داخلية محددة، ما هي يعني جدة جزان الدمام صحيح ولا الرياض زي كذا. الوجهة جدة. جدة جدة تبغى تروح من الرياض لجدة؟ وش عندك في جدة؟ نعم يعني هل بتكون زيارة ولا عمرة؟ الله يتقبل. شوف البحر طال عمرك. أحسنت 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 أحسنت. يلا موفق إن شاء الله يا أبو فيصل. الله يبارك فيك. وياك. إيه إحنا ما سألناك السؤال يا أبو فيصل. كم عدد الوجهات؟ 8 ولا 9 ولا 10؟ لا أنا أسمع 8 إن شاء الله. 8 يلا ممتاز. هي 8 فعلا و14 خط سير جوي. شكرا جزيلا وإن شاء الله اسمك يكون من الرابحين معنا نهاية الحلقة. شكرا إن شاء شكرا الله. شكرا لك في أمان الله. مع السلامة. أهلا وسهلا أهلا وسهلا. وراح أبو فيصل وخلنا نشوف من معنا. ألو السلام عليكم. كم عدد الوجهات؟ قفل لي الراديو بس عشان أبشر. تسلم. خلنا نتعرف عليك. ابو حمد طلال. هلا والله يا ابو حمد. يلا حيو ابو حمد بعد ما نخلص المكالمه عشان ما ننتظرني عشان اخذ تفاصيلك او بياناتك. ثانك يو مان ثانك يو مان. ابو حمد اكيد انت انا من صوتك واضح انه هذا اللي يلعب دور الضحيه ما يمشي معك. ما يمشي. واضح من صوتك انا. واضح. الله يسلمك. طيب قل لي وش يعني إذا قابلت هذا الشخص وسمعت منه مثلا كيف تتعامل معه؟ تعامل معه سلك له وجهي. عرفت؟ شوف ايش يبي يوصل له. في أشخاص سبحان الله عايشين زي كذا على مستحيل يغير، مهما تسوي معه مستحيل يعدل من شخصيته أو مستحيل خلاص مترسخ الشيء ذا. إني أنا لو سويت كذا بحصل على الشيء ذا. وضح له كنت فلان سويت كذا 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 وكذا خطأ وكذا ما يعني كيف أقول لك يعني ما يمكن نمشي لك الموضوع هذا. الأسلوب في طريقة توصيل الأسلوب بعد عدل من نفسك. ما عندك مشكلة، باب النقد مفتوح، انتقد بس لا تتمسك. في ناس عايشة كذا وأكثر ما يقابلهم حق المواجهة الجمهور يعني. صحيح. طيب خليني أقول لك لو كان في محيط الأصدقاء مثلا واحد من شباب مثلا الاستراحة ولا من عرفت فيتوقع ما يمشي معكم. أمسك على الجنب فلان ترى سويت كذا 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 ما يصلح، لأن الشباب مودهم واحد. أي صحيح عرفت. أي فلما يجي هذا الشخص الله يعينه يعني. طيب ممكن يكون هو يعني ترى على فكرة هذا الشخص مو معناته إنسان سيء يعني، ترى ممكن يكون إنسان جميل ورائع جدا بس عنده هذه الصفة. عنده صفة يا شباب أنتم تروحون يعني حطيتوا القطة علي وتركتوا مدري، وأنا اللي أسوي وأنا اللي أجيب الأغراض وأنا اللي أجيب البقالة وأنا اللي أجيب السكر وأنا اللي أجيب الشاهي. عرفت؟ صحيح. هذا كيف تعامله؟ كيف توضح له الوضع؟ لا إذا كان قطة وما قطة هذه روتيشن. تعالوا في أسلوب كذا، في روتيشن، في فلان عندك كذا، فلان عندك، في توزيع العام. حلو كويس. أيه. طيب أبو حمد وين الوجهة إن شاء الله؟ على جدة إن شاء الله. من وين؟ من الرياض؟ من الرياض. تمام يعني أنت حاليا في الرياض صح؟ في الرياض. طيب يا أبو حمد الآن أبغى أخذ إجابتك على السؤال. السؤال يقول كم عدد الوجهات اللي تسافر لها طيران أو فلاي أديل؟ 8 وجهات. 8 وجهات وعندهم 14 خط سير جوي. 14 يعني 8 وجهات. لما تقول 8 وجهات يعني رايح جاي 14 16. اذا 8 وجهات 16 صح رايح جاي. اجل وش هي 14 خط سير؟ اذا قلنا 14 خط سير وش الوضع؟ خط السير ممكن يحسب الترانزيت، يمكن حتى التوقف، لان الطياره انا اعرف ان الطياره ما تريح. يعني انت قصدك محطه التوقف بعدين يكمل. أي. يعني مثلا أي. زي الرياض هذا خط السير مثلا انا بطلع مثلا دولي اوكي. بطلع من الرياض عندي ترانزيت في جده وبطلع من جده على مثلا باريس اللي هو صار عندك خطين. راح يكون
هذا لا خط سير واحد. أيه. هذا خط السير منطقة. أيوة فهمت عليك. والله ما شاء الله يا أخي ما شاء الله، كثير المستمعين عندهم معلومات. عبد الله من تبوك قبل شوية قال لي أخوي ثمانية أحافظها أنا أعرفها. عرفت دائما طيب أبو حمد خلك معي لا تسكر الخط علشان باخذ بياناتك تحت الهواء ورقم الجوال والاسم الثلاثي عشان إن شاء الله تكون واحد من الرابحين معنا نهاية الحلقة. أوكي بإذن واحد. يلا خلك معي يا أبو حمد. مستمعينا كمان أنا يعني حتوقف لفاصل قصير وبعدها برجع لاستقبال مشاركاتكم واتصالاتكم، فكونوا معنا. حيا الأصدقاء مرة ثانية، نرجع لمستمعينا ونرجع لاتصالاتكم على 011-268-4488. اليوم نتكلم عن يعني كيف نتعامل مع الشخصية اللي تلعب دور الضحية دائما وأنه هو يعني المظلوم، بالإضافة إلى مسابقة فلاياديل اللي تتيح لك تذكرة مجانية يومية من أي وجهة داخل المملكة تريدها. معانا على التليفون أخونا عبد السلام. عبد السلام مساء الخير. النور. هلا والله. هلا وسهلا عبد السلام، الف الف مبروك، انت فزت معنا امس في التذكره صحيح؟ الله يبارك فيك. انا ويوسف انا ويوسف قعدنا نقول يا اخي عبد السلام هذا اللي بيروح مكه ولا وين؟ انت وين قلت الوجهه حقتك؟ اي بيض روح مكه. مكه اي صادق. هلا قلت لي عمره وزي كذا صحيح؟ ايه. الله يتقبل ان شاء الله. الف الف مبروك والله يا عبد السلام. طيب عبد السلام يعني هذه الشخصية أنت أكيد يعني أنت دقيت قلت أنا أبغى أشارك في الموضوع. إيه نعم بس ما ليش جاسر بس اسمح لي. إيه. أنتم ما أدري أحس إنكم حطيتوا الشخصية ذي إنه مريض. لا 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 لا. ما أدري. إيه صح قلنا إحنا قبل شوي قلنا إنه هذه الشخصية ترى ممكن يكون واحد منا يعني بس هي الصفات. إيه. اللي عنده. ترى والله موجود ترى بنسبة كبيرة أتوقع يعني. خلني أعطيك مثال يعني مثل أنا الآن ماسك قفص الاستراحة حلو. يعني أدفع من عندي وأجيب أغراض يعني مظلوم ترى يعني صحيح ممكن أكون مضمن لا لا في فرق لا لا اسمعني عبد السلام في فرق بين أنه أنت اللي تسوي كل شيء وبين انه يعني دائما انت تتكلم بين الشباب انه ترى انا كذا وانا كذا وانا انظلمت وانا ظلمتوني وانا عرفت في فرق. يعني انا لا في هذا هذا ممكن يكون طبيعه الشخص نفسه اللي هو تقمص دور المظلوميه انه على قولتهم ما ياخذ حقه ولا شيء هذا بس اني اتكلم انه يعني كشخص مثلا يعني اتحمل كل شيء واجي قدامهم مثلا اتكلم اقول انا مثلا مظلوم فيقول انت لا 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 اسمع اقول لك شيء اقول لك لا لا بعيد الشر عنك عبد السلام. شوف اذا صار زي كذا لا لا هذه ما فيها كلام يعني انا اقول لك شغله زميلنا يوسف نفس الحكايه ترى عرفت يعني احنا كل يوم يقول يا شباب يعني انا اللي اهتم بتغذيتكم وانا اللي اهتم بصحتكم في الدوام وانتم ولا احد سال ولا احد فكر عرفت وهو صادق هذا يعني جندي مجهول اي هذا جندي مجهول بالعكس عرفته لكن لا يعني انه هو دائما يتشكى من كل شيء ولا لا بالعكس هذا شخص جميل لكن هو مسؤول التغذية عندنا مسؤول الصحة العامة عرفت فيزعل اذا فهنا في فرق عبد السلام انا والله انا تدري يوم قلت انا حييك الله يسلمك انا تدري يوم قلت لي في البداية خفت لا يكون انت هذا الشخص عرفت فقلت ورطنا الحين تورطنا الله يسعدك يا عبد ومن يقول ان شاء الله عبد السلام والله يتشرف ان نشارك الله يشرف مقدارك تسلم تسلم ويعطيك العافيه والله وخليك دائما متواصل معنا ان شاء الله حياك الله يا عبد السلام شكرا جزيلا في امان الله. نوره مساء الخير. مساء النور. يا هلا وسهلا يا نوره حياك الله وعليكم السلام وقتك مرة والله مناسب شكرا لك لأنك أعطيتنا برامج وقتها مرة حلو الله يعافيك ويسلمك يا نورة. نورة عندكم في محيط البنات فيها الشخصية؟ لا احنا عندنا في البنات بس في قصة الوالد مرة ناس عليه شوية يعني متعاطفين عليه لأنه محبين لأنه المال وكذا مالين عليه مرة ميله من اللي مايل عليه؟ الوالد الجيران على والدك؟ مال
ايوه. ليه؟ شوية يأخذون أموال وكذا ويسوفون معه ويأخذون قسات برا ويأخذون عنده كل شيء، هو شوية ضعيف نفسي يعني. آه يعني أنت قصدك أنه ما يقدر يقول لا مثلا، يعني متعاون مع جيرانه وكذا. إيه لا هذا ما هو ضعيف نفس، هذا كريم نفس. هو كريم نفس، هذا كريم نفس. نعم الناس اللي ما تستاهل نسميها ضعيف نفس عليها. وبس والله ما ودي نقول هذه الكلمة ضعيف، هو كريم نفس يعني. إيه. إن شاء الله بإذن الله. لكن يعني معك يعني حق، يعني يمكن مرات الناس ما تسوى نقول ضعيف نفس عليهم لأنه ما يسوى. إيه صح مزبوط. طيب وشكل وبشكل عام في محيط النسوان تلقين كثير من هذه الشخصية؟ ما يحضرني شيء، لا يحضرني شيء. طيب كم عدد وجهات طيران أديل؟ أقول 8. إجابة صحيحة، يعطيك العافية نورة. شكرا لك، شكرا لتواصلك معنا. ناخذ معنا أبو إبراهيم عبد الله. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا يا أبو إبراهيم، كيف أمورك؟ خير الحمد لله. شو اخبارك؟ ان شاء الله طيب. والله طيبين الحمد لله. الله يحييك. سعيدين سمع صوتك يا ابراهيم، اول مره تشاركنا. لا انا جيت شارك، لكن انا يعني اول شيء مشتاق لك، ويعني زمان شو اسمه ما ظهرت في الاعلام، كنا يمكن مختفي تماما، لكن وجوعك هذا سوف لي. الله يكرمك يا عبد الله، احنا توقفنا بس فترة رمضان وفترة الصيف، ورجعنا الحين مرة ثانية إلى رمضان موجودين إن شاء الله بإذن الله. شاكر ومقدر لك والله يا عبد الله. أبو إبراهيم الله يسلمك، يعني ونا يعني نستفيد منك من البرامجك ومن المواضيع يا أبو يعني. الله يسلمك، أنا اللي استفيد منكم يا أبو إبراهيم والله. أنتم يعني حتى المستمعين اللي يطلعون معنا ترى والله يضيفون كثير للبرنامج، فمش معناته البرنامج أنه كل شيء عندنا يكون تمام، انتم اللي تضيفون وانتم اللي يعني تخلون البرنامج له هناك وطعم. فشكرا لكم انتم اللي يسمعنا والله. الله يسلمك. طيب تبغى تشارك في الموضوع ابو ابراهيم ولا تبغى؟ لا موضوعك انا طبعا اول شيء يعني انا طبعا امسك الخطوط الدوام انا اجيبها دائما، ولكن كل ما اقول مجلس الشباب اقول يعني فلان شوف طوم قلت طيب، وثم يعني يبعد يكون خارج الخدمة وما يشوف طوم، يعني تعود علي يعني خاص بجيب فطوم أبو إبراهيم، بجيب فطوم أبو إبراهيم، فيعني كل ما أقول طيب دوش فلان بكرة شوف فطوم قلت طيب، ثم فجأة طيب والله ما كنت ساعة على الفجر وحسيت ان يعني جوال مغى وبس ومعيش يعني تعرف يعني هروب خلاص. ابو ابراهيم هذولا يعني استغلوا طيبتك. ايوه واستغلالين اصلا عرف، بس يعني هم استغلالين. ايوه وكذلك يعني لو خدت جائزة ما يعني يتدمرون زي خوينا، لا راح إجازة والله نضيع ما ندري شو نسوي بدونه. ايوه هذه. لكن اسمع ابراهيم هذول يستغلونك. ايه ويوم من الايام كلمني من عندهم بالله خلني اتفاهم معهم. طيب عشان مو كل يوم، مو كل يوم يا ابو ابراهيم تروح تجيب فطور انت. ايه يا اخي الواحد لا كان يعني طيب وكريم يعني لا تصير مره، صح ولا لا؟ صح. وانت ما قلت هالكلام الا من طيبك ومن كرمك ومن عرفت، لك لا تستغلني يا اخي. انت الحين انت الحين نفس يعني قربت شويه من موضوع عبد السلام اللي قبل شويه اللي كلمنا، هو زيك، انتم شخصيات مختلفه ما لها علاقه بال يعني، انتم عندكم ال 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 الاقدام والكرم وكل شيء، بس في ناس قاعد تستغل. هذول الناس اللي يستغلون جيبهم لي يا ابو ابراهيم خلينا نشوف شو وضعهم. طيب لا وزي كذا كان بيخوي كان يجيب أغراض الفطور مثل التون مثل لا تجيب فطور، لا تجيب يا أبو إبراهيم بكرة لا تجيب. لا إيه لا كان ويجي فطور ثم الانقطاع، وقالوا بنسوي جدول كوه على فلان ثم خلاص يعني زي ما أقولك يعني المفتاح عند أبو إبراهيم هو يجيب كل شيء، لأنه أنت يا أبو إبراهيم اللي عطيتهم ذا المفتاح، أنت اللي عطيتهم إياه، انت قلت لهم اوكي عرفت، لكن بكره لا تجي فطور.
طيب امشي. بكره دق عليهم قول ماني بجاي فطور، واحد فيكم يجيب فطور لا انتم، ابغى اشوف انتم ايش بتسوون. خلاص كلمه منا ولا منا ارجع لي على طول. امشي كم. اوكي اوكي الله يعطيك العافيه ابراهيم. كم عدد وجهات طيران اديل؟ ثمانية وجهات. احسنت ان شاء الله يطلع اسمك يا ابو. وين الوجهه ما قلت لي وين بتروح؟ والله وجهتي ان شاء الله يكون جده ان شاء الله. من الرياض الى جده؟ اي ان شاء الله باذن الله انها تكون من نصيبك باذن الله. الله يسلمك. شكرا لك يا ابو ابراهيم، يعطيك العافيه. في امان الله، مع السلامه. سمعينا بنتوقف لفاصل قصير وبعدها راح يكون معنا ضيفتنا اللي راح تتكلم معنا عن هذه عن هذا الموضوع، كيف ممكن ان احنا نتعامل مع الشخصيه اللي تلعب دور الضحيه دائما. احنا لما نقول هذا الموضوع مش معناته زي ما قال اخونا عبد السلام، احنا ما نتكلم عن شخصيه مريضه ولا عندها مشكله، لا، هذه شخصيه عادي يمكن يكون انا في يوم من الايام. يا اخي لما انضغط ويصير علي ضغط كثير واحد يتكلم، يعني يقول ليش انت يصير عندك كذا، وليش يعني مثلا انا اللي اعمل كل شيء، اسوي لكل شيء، ما في احد يساعدني، ما ترى كلنا نتكلم بالطريقه دي. بس في ناس اخذوا هذه الشخصيه نمط في الحياه، خلاص صار حياته كلها اني انا مظلوم، اني انا مضطهد، اني انا، هذا اللي احنا نتكلم عنه بالضبط. فكيف ممكن نتعامل مع شخصيه تحب انها تلعب دور الضحيه دائما، تحب انها تكون هي المظلومه، يمكن يسمع مثلا اغنيه حزينه يقعد يصيح وزي كذا. فبتكون معنا الاخصائيه النفسيه نجلة الفهد بعد قليل، نتكلم عن هذا الموضوع بشكل مختصر، وبعدها نعلن عن اسم الرابح معنا اليوم بالتذكره الداخلية من خلال مسابقة فلاي أديل اللي تكون يوميا معنا خلال هذا الأسبوع كامل والأسبوع القادم كامل إن شاء الله. إذا مستمعينا فاصل قصير وراجع لكم، كونوا معنا من جديد. نرجع مستمعينا الكرام لموضوعنا اللي احنا نتكلم عنه اليوم، نتحدث عن كيف نتعامل مع شخصية تلعب دور الضحية دائما. وأرجع وأكرر مرة ثانية أنه إحنا ما نتكلم عن شخصية، الشخصية هذه ممكن تكون موجودة بيننا بس يمكن يكون عنده انتقاد لفترة محددة، بس ما يكون دائما يلعب دور الضحية. وفي شخصية دائما تحب تكون هي من تلعب دور الضحية. سألنا الأصدقاء هل سبق واجهت أشخاص يعتقدون أنهم ضحية للظروف ودائما أنهم مظلومين، وكيف تعاملت معهم؟ الأستاذة ونجلة الفهد الأخصائية النفسية معنا على الهاتف. أهلا وسهلا فيك أستاذة نجلة، سعيدين بتواجدك معنا. حياك الله، يطول عمرك، يسعد مساك ومساء المستمعين. يا هلا ومرحبا وعودا حميدا. الله يسلمك. دائما اسم مميز، الاسم يختلف ولكن مضمون نفسه. الله يسلمك، شكرا والله أستاذة. احنا اليوم يعني في كثير طلعوا لي على الهواء وقالوا لي يا أخي انت ايش فيك قاعد تتكلم وكأن هذه الشخصية مريضة، ترى احنا عندنا هذا الأسلوب. يعني بداية خلينا احنا نبدأ من البداية، هل تقمص دور الضحية له علاقة بالمشاكل النفسية أم هو وسيلة للهروب من بعض المواقف المعينة؟ ممتاز، خليني أول شيء أوضح بس على أبو إبراهيم وعلى برضو الزميل الآخر اللي حكى، هم قاعدين يحكون عن شيء آخر، يعني أنه هذا موضوع يعتمد على توكيد الذات وأن الشخص يقدر يرفض الشيء اللي يحس أن الناس قاعدين يستغلونه أو قاعدين، فطبيعي أصلا بيتكلم، لو ما تكلم يكون هذا الشخص ما عنده ثقة بنفسه أو ما عنده توكيدية، هذه ما لها دخل أبدا في دور الضحية، بالعكس استسلامك واستمرارك في هذا الأمر هو اللي بيخليك في النهاية تدخل دور الضحية. فبالعكس كلامكم وانك تقول ليش وكذا طبيعي. لما نحكي عن دور الضحية بالشكل اللي احنا نقصده او اللي مركزين عليه، هو عادة هو شيء مكتسب، يعني ما يولد الشخص فيه ولكن هو مكتسب. هل هو مرض نفسي؟ لا، لكن مع الوقت قد يسبب اضطرابات نفسية زي شعور بالغضب المستمر، الشعور بالحزن، الاكتئاب، وبالغالب يدخلون في حالة من الاكتئاب لان افكاره تصير مسيطرة عليه بطريقة سلبية الى ان يدخل في حالة اكتئاب. بالعادة برضو يكون سببه أو مصدره شخصية احنا نسميها، طبعا هو اضطراب في الشخصية والبعض قد يقول عنه مرض، اللي هو شخصية الاعتمادية، يعني شخصية دائما تحب تلقي باللوم على الآخرين. يعني خلينا احنا نوضح كنقاط كده سريعة عشان كل واحد يقول هل أنا عندي هذا الشيء أو لا، بحيث يعرف هل هو يلعب دور الضحية أو لا. دائما التذمر والسخط على الحياة على كل شيء، يطلب من الآخرين يقدمون له حلول، وأول ما يبدون يعطونا حلول يقول إيه بس لكن كذا، دائما عنده لكن ويعترض على الحلول، وبعدين في الأخير يقول ما راح ينفع، مثلا تقول ابني حال سو كذا، ادخل مشروع، دور لك وظيفة، يبدأ يسد البيبان في وجهك. دائما يشعرك إنك ما راح تقدر تساعده، ولو واجهته بشيء يقول لك أنت أصلا ما تفهمني،
طيب ليهاجم، ما في حد فاهمني، ما في حد حاس فيني، دائما عنده قراءة أفكار للآخرين ونوايا ما هي كويسة، الناس ما يحبوني ما يبغوني، ويعتمد على أحساسه أكثر من كونه يعتمد على الأشياء الملموسة. يعني لو بحثت معاه وجلست معاه وقلت له وش أدلتك ما يلاقي شيء. هذا هنا معناته دخل في جانب نفسي هنا بالضبط. فيبدأ هو عادة أصلا أخو ياسر أسباب كل السلوكيات اللي إحنا نسويها في الحياة أسباب طريقة تفكيرنا. فلما تكون كل هذه الطرق اللي حكينا عنها وما يثق في أي أحد، يحس أن الجميع بينتقدونه، يعتقد أن الجميع أقوى منه وأفضل منه، لما تجي تقول لك تقول له مثلا طب ما هو هذول الناس في ظروفك أو زي ظروفك قاعدين يتحدون الحياة ويحاولون، لا بس هم أقوى، هم حولهم ناس يدعمونهم، هم عندهم فلوس، يبدأ يحط لك أعذار وكأن كل العالم أفضل منه هو، إن هو الأسوأ. دفاعي دائما يدافع عن نفسه، عنيد متمسك في راية، يحتقر ذاته كثير، يشوف نفسه شخص مو كويس وما هو كفو وما يقدر يسوي شيء. طيب دائما يعيش في هذا الدور. طيب إيش تأثير هذه الشخصية على الناس المحيطة مثلا اللي حوله، كيف يأثر عليهم؟ طبعا تأثير سلبي جدا، لأنه أول حاجة إحنا نسميهم مصاصين الهمم. يعني تيجي أنت هذاك اليوم رايق ومبسوط والحياة حلوة وعندك خطط، يجيك يجلس معك نص ساعة تحس فوق راسك غيمة سودة، أعطاك كل الطاقة السلبية اللي في الحياة، وأنا فيني والحياة فيها وكل أحد هو اللي مخطئ عليه. يعني هو ما يخطئ سبحان الله، بس الناس اللي يخطون عليه يخطون في حقه، ويحط لك كل الأعذار وينسى أن يحط من بين قائمة الأعذار نفسه. يعني دائما كل الناس هم السبب، الظروف هي السبب، البيئة، المجتمع، كل شيء. فبالعادة هم يسحبون طاقتنا، يعني يتعبوننا، ودائمين الشكوى والمشكلة شكواهم خياسة تدور في دائرة الهم. يعني ما يعطيك حلول، ما يحاول يفكر في تأثير كيف ممكن أثر على هذا الموضوع ولا وش ممكن أسوي، ويرفض حتى أن يستقبل حلول، بس هو يدور في همه. فتقابل اليوم تقابله بعد 5 سنين 10 سنين يحكي لك عن نفس المشكلة. جميل. لأنه هو يدور في دائرة الهم فقط. جميل. طيب سؤالي الأخير الآن، هذا الشخص اللي يعني ممكن تكون عنده هذه الصفة موجودة، اللي هي يعني التذمر واللعب دور الضحية، هل من الممكن أن يتخلص من هذا الدور، وكيف يتخلص منه؟ الوعي، أول شيء الوعي. طبعا ما في شيء بالحياة ما يعني ما نقدر نتخلص منه، ولكن يعني الله سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما في قوم حتى يغير ما في أنفسهم. يعني إذا الواحد هو ما وعى في نفسه، ما فهم أنه قاعد يعيش هذا الدور، ما حيقدر ولا قوة في الدنيا تغيره. لذلك دائما أقول للناس اللي حولهم، إذا صديق يعني ما هو أب أو أخ أو شخص يعني مسؤولة منه أو مسؤول منه، فالأفضل الابتعاد عنه للأمانة، لأن طاقة السلبية هي مؤثر قوي جدا عليك ولا تقدر تساعده. فهو زي اللي بالضبط أشبهه باللي طايح بحفرة ومتكتف ويصرخ وطلعوني، أنت توترت وما قدرت تقعد وطول الوقت تحاول تساعده، بس هو أصلا متكتف، هو أصلا ما هو قادر يطلع، ما يبغى أصلا يطلع. فبالتالي إحنا نقول هو الوعي، ونخليه يستشير يكلم مختص، لأنه كأخصائيين حنقدر نستوعب إيش النقاط اللي نقدر ندخل عليه معاها وإيش الشيء اللي حنقدر نساعده فيه. لكن إذا رفض كل هذه الحلول فإحنا نقول خل بينك وبينه مساحة، لو ما كان قطع كامل للعلاقة، ولكن حافظ أنت على طاقتك. إذا من 10 مرات يدق رد عليه مرتين، وحاول أنك تختصر معاه قدر المستطاع، لأنه قاعد ينقل لك طاقة سلبية حتؤثر عليك أنت زي الغريق اللي يجي يغرق وتساعده وتغرق معه. جميل جميل جدا أستاذ نجلة الفهد، احنا سعيدين جدا بتواجدك معنا، وشكرا على يعني المعلومات المهمة اللي راح تساعد كثير من الناس انه هو كيف ممكن يتخلص من هذه العادة. الأخصائية النفسية الأستاذ نجلة الفهد، شكرا جزيلا لك. العفو، حياك الله. شكرا لك، في أمان الله. احنا نبغى نقول طبعا للأصدقاء اللي يعني عنده مثلا ظروف معينة، نرجع لكم شوية، بنعيش معكم الدراما اليوم، خلينا نعيش معكم الدراما شوية، وأنا شخصيا حاب نعيش هذه الدراما معكم، وبنقول مع بعض أنه يعني لا تنكسر، وأكيد أنه أنت ما بتنكسر وبتكون صابر. فنسمع هالأغنية اللي ممكن كده تقعد مع نفسك فيها شوية، وبعدها حرجع أعلن اسم الرابح معنا اليوم في فلاي أديل، وما بنكسر صابر. أصدقائي، وصلنا إلى ختام الحلقة اليوم من برنامج كيف. أشكر كل الأصدقاء اللي شاركونا اليوم، كنا نتكلم عن شخصية ممكن إحنا نواجهها في أي مكان،
وعرفنا إيش الأسباب اللي ممكن تكون صادرة من خلال هذه الشخصية، وإيش الدوافع اللي تخليه يتعامل بهذه الطريقة، وكيف الأساليب اللي ممكن يعني يحاول هذا الشخص أنه يطور أو يغير من هذه الشخصية اللي ممكن يعني تؤثر على المحيطين من حوله، سواء في الأسرة ولا في مع الأصدقاء ولا في مع زملاء العمل. اليوم مستمعين الرابح في طيران أديل نورة عبد الله عبيد، نورة عبد الله عبيد، ألف ألف مبروك. طبعا حصلت على تذكرة مجانية بوجهة داخلية حسب اختيارها. وأشكر لكل الأصدقاء أيضا تواصلهم معنا. وصلنا إلى ختام البرنامج، شكرا لمعد البرنامج أحمد الشهري، ومني محدثكم ياسر الشمراني، والزميل يوسف اليوسف أيضا كان معي في التنسيق والمتابعة. إذن ألقاكم غدا في حلقة جديدة، وأترككم مع فؤاد عبد الواحد.